أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي يوم الشهداء شهداء الإمارات نحن أهل الهند وجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية إدارة وطلبة نجدد ذكرى شهداء الإمارات، لأن الإمارات كبلادنا وشهداؤها كشهدائنا وأبطالها كأبطالنا، وهم قدموا لنا دروسا في التضحية وآثرونا على أنفسهم بكل خصاصة، واكتسبوا الخلود في قلوبنا وأفئدتنا بتضحياتهم وشجاعتهم الاستثنائية. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء الإمارات خاصة وشهداء جميع المسلمين. اللهم اغفر لجميع شهداء المسلمين وأدخلهم في رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم تقبل شهداءنا يا رب واعف عنهم. اللهم اربط على قلوب أمهات وآباء الشهداء وصبرهم يا رب العالمين. اللهم ألهمهم الصبر وأشفى صدورهم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك للإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم. اللهم انصرهم وأعزهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم احفظنا واحفظهم وادفع عنهم كل شر وسوء يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.